معكم هدى عثمان لتقديم تقرير العملات اليومي من بورصة نيويورك لليوم 22 من شهر يوليو لعام 2013. اليوم اليورو يستمر في الارتفاع أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد أن أكد رئيس الوزراء البرتغالي أكد على التزام بلاده بخطة الإنقاذ، وذلك بعد أسبوعين من الأزمات السياسية. أيضا يرتفع الين أمام العملات الرئيسية الأخرى، وذلك بعد فوز أغلبية بالبرلمان الياباني تدعم رئيس الوزراء الياباني وخطته الاقتصادية. نبدأ باليورو مقابل الدولار. يتم تداول الزوجة عند مستوى دولار فاصل 31.90. توقعات المحللين بتريدينج سنترال هي الارتفاع فوق مستوى دولار فاصل 31.40. مؤشر كوينز بي الار اس اي متجه للارتفاع ويدعو للمزيد من الصعود. أما الدولار مقابل الين اليمني فيتم تداول الزوجة عند مستوى 99.92. توقعات المحللين بتريدينج سنترال تشير إلى أن هذا الزوج سيواجه ضغطا طالما بقى مستوى المقاومة عند مستوى 100.45 ولم يتم تخطي ذلك، فخطر الانخفاض إلى دون مستوى 99.60 ما زال عاليا. أخيرا اليورو مقابل الين الياباني يتم تداول الزوجة عند مستوى 131.57. توقعات المحللين بتريدينج سنترال هي ارتفاعا محدودا. مؤشر كوينز بي الار اس اي سلبي ولكن يدعمه دعم قوي. وبذلك ننتهي من تقريرنا لهذا اليوم ونشكركم لمتابعتنا.